معكم دكتورة هبة النقودي، رئيس قسم تعليم المرضى في مستشفى سرطان الأطفال 57357. شغلنا بيبدأ أول ما العيان بيبتدي رحلته مع العلاج الكيماوي. بيبتدي الصيادلة تقعد معاه تتكلم معاه على الخريطة العلاجية، مدتها، طريقة التعامل معاها طول مدة العلاج، إيه الأعراض الجانبية اللي ممكن تتوقع أنها تحصل وإزاي يتفادوها ويتعاملوا معاها. بنتابع العيان مع أول كل جرعات للعلاج الكيماوي، بنبقى متواجدين معاه. كمان الأطفال اللي أقل من سنتين بنبتدي نتكلم معاهم على التطعيمات وتجنب التطعيمات في فترات معينة من العلاج. وكمان في صيادلة في القسم الخارجي بيبقى دورهم ان هم يشرحوا العلاج من خلال وهم في اثناء زيارته للعيادات الخارجية، فاحنا بالتالي بنبتدي نعرفه ازاي هيتم التعامل مع حياته اليومية. حتى التغذية دي برضو جزء مهم من شغلنا، التغذية العلاجية بنبتدي نشرح له لو الطفل خارج بمكملات غذاء نبتدي نوعي الأم ازاي هتتعامل مع المكملات الغذاء وازاي تتعامل معه وازاي تبتدي تدخله الأدوية الأخرى. بنتكلم كمان على تفاعلات الأدوية وازاي نفصلهم مع بعض علشان ما يزودش الأعراض الجانبية للطفل. وكمان كل المعلومات الدوائية اللي أنا محتاجة الأم تفتكرها بعد ما بقولها لها بتبقى مكتوبة أوتوماتيك على الليبل بخط واضح علشان الأم تقدر تستعيد المعلومات دي وهي في البيت مرة تانية. مستشفى سرطان الأطفال 57357 accredited من الJCI ودي هيئة الاعتماد الدولية، وبالتالي اهتمامنا بتعليم المرضى الأدوية والأعراض الجانبية والتعامل معها والتثقيف الدوائي ده شيء إلزامي واجبنا تجاه كل العيانين، لأن دي حاجة مهمة جدا في هيئة الاعتماد الدولية. فريق الصيدلية بنشتغل تيم وورك مع التمريض ومع الأطباء ومع الاستشاريين علشان دايما نقدم للعيان تثقيف دوائي شامل ومتكامل يخص العيان. عندنا مكاتب مخصصة لتعليم المرضى علشان نبقى دايما متواجدين في راحة المرضى وخدمتهم والرد على أسئلتهم طول الوقت، مستمرين معاهم. والحمد لله احنا من 15 سنة بدأنا الخدمة دي ولسه مستمرين فيها علشان نقدر نقدم أفضل خدمة طبية لأطفالنا وللأمهات.